خمس حاجات مهمة تعتبر هي الإسعافات الأولية في حالة حروق الشمس. طبعا كلنا بنطلع على البحر الأيام دي لأن الجو حر، فمهم جدا إن احنا ناخد بالنا من النقط دي، إن أنا أحط كريم واقي للشمس قبل ما أتعرض للشمس. رقم 2، أشرب مية كتير. رقم 3، أخلي معايا تلج أو كمادات مية ساقعة علشان لو لا قدر الله حصل أي حروق. الإسعافات الأولية. رقم 1، بحاول إن أنا أشيل المصاب في مكان يكون متغطي كويس وما يكونش عرضة للشمس. رقم 2، إن أنا أحط كمادات مية باردة على مكان الإصابة. رقم 3، لو في اكياس مليانه بالميه ما ينفعش خالص ان انا افضيها واشيل الميه اللي فيها، لان الاكياس دي بتعمل على التئام الجروح اللي موجوده او التئام الحروق اللي موجوده. رقم 4، مهم جدا ان انا احط كريم مرطب زي الفازلين يكون تقيل علشان اساعد ان الميه تكون موجوده داخل انسجه الجلد لاكبر وقت ممكن. واخيرا لازم اعوض الجفاف ده بشرب كميه كبيره جدا من الميه. ولو حسيت ان انا مصدع او تعبان او دايخ او الحروق دي بتوجعني، مهم جدا ان انا اخد مسكن. ولو لا قدر الله حصل ترجيع او غثيان، المفروض ان انا اتوجه للطوارئ. وبس كده.